يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذهب الظاهري هل يعد مذهبا خامسا، وهل يجوز للعامي أن ينتسب له ويأخذ بأقواله؟ ما عدوه العلماء، ما عدوه مذهبا خامسا، بل جعلوه مذهبا مستقلا، مذهب مستقل، ولا قالوا إن المذاهب خمسة، بل المشهور والمجمع عليه أن المذاهب أربعة، وهي التي بقيت وصار عليها أتباع وعليها وتدرس في مدارس المسلمين، وفيها كفاية وفيها خير إن شاء الله. نعم.